ويا هلا بالشباب ويا هلا بمتابعيني. اليوم عندنا سيارة شفر ترافكس، يلا نشوفها مع بعض. طبعا الغانم وكيلها، وهذه السيارة يا شباب رنقات حجم 18، 6 سلندر بدون حساسات أمامية وخلفية بدونهم. السعر 11000 دينار. 11000 هذا السعر. طبعا السيارة يا شباب 6 سلندر 3.6، مصرف الوقود 100 كيلو 11.8، هذا مصرف الوقود. طبعا هي 6 سلندر تو ويل، مو فور ويل درايف، تو ويل. طبعا المرايات فيها عليها اشارات، طبعا صناعتها امريكيه يا شباب، الولايات المتحده الامريكيه. جامات ماتيك، مرايا كهرباء، والسايد كهرباء، طبعا بدون فتحه. ما شاء الله واسع السيارة يا شباب. طبعا فيها تكييف خلفي فتحتين، والأخير فيه فتحتين بعد، فيها فتحتين. طبعا فيها شاشة، وهذا التحكم بالسكان كروس كنترول، وهذا بالراديو المسجلة، وهذه عداداتها، وهذا هني حق شحن التليفون. طبعا يا شباب السيارة 310 حصان، 310 حصان. وهذا فيها كرسي خلفي، ما شاء الله واسع السيارة من ده. تحكم خلفي في التكييف، زوزين، كاميرا خلفية، طبعا الميزة الوحيدة اللي فيها ان هي صناعة الولايات المتحدة الامريكية. السعر كبدي مبين عليها قوية، يعني جامدة، 11000 يعني في متناول يدي على قولتهم، سعر امريكية يعتبر. وهذه ماكينتها من داخل يا شباب، في هذا يا شباب، وهم واحد ثاني بس سعره 14500، لأن هذا ار اس. طبعا نفس الماكينة لكن الداخلية تفرق، الداخلية تفرق. اتوقع هذا 4x4 دبل جير، جلد ما شاء الله فخم، وفتحة بالسقف، في فتحة بالسقف. طبعا داخليته افخم من هذاك، طبعا الشاشة اكبر، وده تقريبا نفس هذاك بس الشاشة أكبر. وهذا فور ويل درايف، فور ويل درايف. طبعا الخلفية كشناته مفصولة، مو سيدة مثل ذاك، هذا كشناته وهذا كشناته عادية ورا، وفتحة قدام، وفي تقريبا يعتبر فتحتين تقريبا فتحتين. فور ويل درايف ار اس الغامق، وفي حساسات اماميه وحساسات خلفيه، نفس حجم الرنقات 18 تقريبا، نفس حجم الرنقات. Thank you.
هذا ار اكس وهذا العادي. طبعا مصرف الوقود للار اكس 11.2 ومصرف الوقود العادي 11.8. هذا الفرق اللي بينهم. وهذا الار اكس 4x4 الثاني عادي. في حساسات امامية وخلفية للار اكس. ونشوفكم على خير ان شاء الله. الله يرزقكم كلكم يا مستمعين.